على الفترة اللي فاتت. ومعانا تعقيبا بقى على رحيل كارتيرون كابتن احمد عيد عبد الملك اخطر خطير ابو الكباتن، مساك فل حبيبي يا نجم، ازيك؟ عامل ايه الاول؟ ومنور ومبسوط ان انا معاك. طبعا ابو الكباتن. شفت رحيل كارتيرون ازاي؟ كنت متوقعها من فترة ولا حسيتها كان ممكن نصبر عليه شوية؟ لا طبعا كنت متوقع من فترة، ويعني انا كنت يعني انا كان رأيي اللي هو من الفترة اللي هي بتاعت التوقف اللي هي قبل كأس الرابطة ديت. عارف من قبل العلاقة كاس من الرابطه. بدري، العلاقة من بدري مش متظبطة بين مجلس الإدارة وبينه من اللي حصل منه قبل كده يعني. صحيح. فأنا كنت برجح ده اللي يحصل يعني من الفترة اللي فاتت. وطبعا يعني كلنا كنا متوقعينه كمان بعد النتائج، سلسلة نتائج وحشة في كأس الرابطة كمان ونتائج وحشة في الدوري وفي أفريقيا، فده الطبيعي ومتوقع يعني. ابو الكباتن، حضرتك طبعا كنت لاعب كبير وليك صوالات كتير في الملاعب، هل شايف ان اداء الزمالك الفتره الاخيره كان كله سببه كارتيرون ولا اللعيبه عليها برضو عوامل تانية ولازم يشتغلوا على نفسهم في اللقاء الجاي؟ وطبعا يعني اكيد كارتيرون مدير فني هو المسؤول اول واخير، بس في بعض الحاجات اللي المدير الفني ما يقدرش يعملها اللعيب، اللي هو طبعا حته اللعب بروح عاليه، موضوع اللي انت لعيب كلاعب لعيب دولي ولعيب كمان يعتبر لعيب محترف، لازم يبقى عندك ثقافه ان انت النهارده حتى لو انا وحش اطلع الباور اللي عندي كله بقى في أدائي، مش ادائي مش كويس النهارده، اطلع الباور اللي عندي في الالتحامات في الاشتراكات في الحاجات دي. ففي بعض الحاجات طبعا مسؤول عنها اللعيبه، بس الجزء الاكبر طبعا مسؤول عنه المدير الفني، وهو اللي مطالب انه يخلق دوافع للعيبه ديت. يعني اللعيبه اللي موجوده ديت هو مطالب يخلق لهم دوافع، فالدوافع الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده، الاداء كله بشكل عام ما كانش موجود، والراجل كمان شكل الفن والتكتيك النادي الزمالك مش موجود النهارده، بيدخل في الجول ما بتعرفش انت مش عارف حتى تعوض. التغييرات، حتى قراية المنافس بقى لنا فترة كنا بنقول يا جماعة هو احنا بنتفرج على المنافس قبل ما نلعبه ولا لا؟ يعني كان في مشاكل كتير فنية صراحة. طب طبعا هل شايف كابتن أسامة نبيه بقى والجهاز الجديد، كابتن احمد عبد المقصود وكابتن أسامة نبيه وكابتن ايمن طاهر، هيقدروا يعملوا ايه في اليومين دول وايه اللي لازم يشتغلوا عليه؟ اللي اشتغلوا عليه طبعا ان هو بس موضوع الدوافع ده بالنسبه لي اهم حاجه. النهارده الماتشات اللي جايه 3 4 ماتشات اللي جايين دول هم اللي هيبينوا لك انت رايح فين في الموسم، انت هيبقى هيوروا لك انت النهارده هتروح فين، منافستك هتبقى على ايه، موضوع بطوله افريقيا هتكمل فيه ولا مش هتكمل، موضوع الدوري المنافسه على الدوري لازم تبقى داخل بتدي للناس بأمل جديد، اللي هم الجمهور اللي هو يساندك. طبعا كابتن اسامه وكابتن احمد عبد المحفوظ وكابتن ايمن طاهر جايين على ظروف صعبه جدا الله طبعا. يكون في عونهم صراحة. بتمنى لهم طبعا التوفيق، وانا يعني انا متاكد ان كابتن اسامه هيعرف يرفع من روحهم المعنويه بشكل كويس. انا اشتغلت معاه كمدرب يعني كلعيب، هو كان مدربي برضه في فتره من الفترات في نادي الزمالك، وعارفه كويس وعارف هو بيقدر يدي دوافع كويسه للعيبه، وكمان مع الشكل التكتيكي اللي اعتقد ان شكل الزمالك هيتغير من طريقه 4 2 3 1 ديت، كابتن اسامه هيرجع ل 4 3 3 انا متاكد من ديت، عشان هو بيحب يلعبها جدا ولعبناها معاك قبل كده مع نادي الزمالك، وبتفرق كتير مع فرقه نادي الزمالك والزمالك قدر يغير للطريقه ديت. في سؤال كل الجماهير بتسأله البعض دلوقتي قبل ما نروح للاعبين، كابتن أسامة من الأسماء الكبيرة جدا، هل حقق نتيجة إيجابية يوم الأربعاء وقدر يحقق نتيجة إيجابية مع الوداد، هل يكمل في قيادة الجهاز الفني أو مدير فني نادي الزمالك ولا شايف يكون في اسم أجنبي لو اسم كبير يكون موجود؟ وأنا مع وجهة نظري إن هو مش هينفع مدرب مصري يبقى موجود في نادي الزمالك لفترات طويلة أو فترة طويلة، أنا بيتهيألي هو المدرب الأجنبي، ولازم مدرب أجنبي يكون عنده شخصية قوية يبقى متواجد، هو اللي يبقى متواجد ده وجهة نظري طبعا. هل مدرب من المدربين اللي كانوا موجودين قبل كده في نادي لا ما الزمالك ولا برجحش اسم جديد؟ أصلا، لا أنا ما برجحش دي خالص أصلا. أي حد كان موجود في نادي الزمالك قبل كده دايما الخلافة الولاية التانية بتبقى صعبة جدا معانا، ما وجربناها في كل الاوقات وبتبقى صعبه ده مبدئيا. النهارده ما فيش حد اصلا يعني هتتكلم في باتشيكو اللي هيبقى لتالت مره، لا هو يعتبر
الراجل أدى معانا بشكل كويس، بس اصل هو دايما في اسماء بنسمعها طبعا، سواء باتشيكو او باتشيكو، جروس او جروس، فريرا، فيريرا، اسماء كلها محترمه، ولكن انا طبعا. عندي وجهه نظر. دايما بيقولوا المدرب لو جه جديد لازم يقعد فتره اعداد عشان يعرف الفرقه. برضه لو مدرب كان موجود ومشي، ما هو جه ما حصل تغييرات وحصل اشكال مختلفه وحصل طريقه لعب مختلفه، طبعا فلازم يقعد برضه فتره اعداد حتى لو اصغر، ولكن ما فيش طبعا مدرب هيجي يلعب يكسب، يعني حتى لو كسب في الاول بيكون شويه دافع الروح المعنويه ودافع التغيير عند اللاعبين. اكيد طبعا. انا بتمنى الفتره اللي هي بتاعه توقف المنتخب بتاع المصريين السنغال دول يكون المدرب موجود، المدرب الاجنبي، لان الزمالك ما قدرش يجيب قبل كده كمان يتفق مع حد. بتمنى في الفتره ديت ان المدير الفني يبقى موجود ومسك الفرقه من اول يوم فتره توقف المنتخب في الماتشين بتوع السنغال، عشان صحيح، يقدر يشتغل بعد كده مع الفرقه على الشغل الشكل بقى بتاع الافضل، باقي يعلمهم السنغال. طريقته ويوريهم هيلعبوا ازاي، اسلوبه اللي طبعا يلعب بيه. اللي فرق معانا مع فيريرا في الموسم 2014 2015 متواجد، ان الدوري توقف فتره طويله، توقف حوالي شهرين، وهو الراجل بدا يشتغل معانا في الفتره ديت، بدا يحط شغله وشربنا شغله كله ونقلنا في مكان تاني. يعني فيريرا في الحته دي، انت كابتن كبير في الملعب وكنت قائد في نادي الزمالك وكنت بتعرف تتكلم مع لعيبه في الملعب، شايف دور اللاعبين الكبار بقى قاده الفريق شيكابالا، حازم امام، طارق حامد، عبد الشافي، اتكلموا ازاي مع اللعيبه عشان اكيد ليهم عامل كبير جدا للقائين الجايين مش بس العامل الفني. طبعا انت بتتكلم فريق نادي الزمالك، لو جبت لك 14 15 لعيبه تلاقيهم عندهم خبرات كلهم، طبعا 14 15 لعيب بيبقى فيهم المحترفين وعدى عليهم ظروف اسوأ من كده قبل كده فترات كبيره. فطبعا دور اللاعبين واللعيبه الكبار خصوصا، ان هو النهارده لازم يبقى لينا دور في الملعب ودور بره الملعب. بيتهيألي الدور اللي بره الملعب اكتر، صحيح، بره الملعب دوت، اللي احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت اخر 7 ماتشات عشان دور اللعيبه الكبيره. دور صح، اللعيبه الكبيره كانوا قافلين مفاتيح كل حاجه حواليهم، يعني قافلين عاملين استقرار لنفسهم، وكانوا واخدين عهد على نفسهم اللي هم هياخدوا بطوله عرفوا الدوري. يلموا الفرقه حواليهم، وان شاء الله اللقاءات الجايه دي ناخدها بنفس المنوال. ابو الكباتن نورتني وشرفتني، شكرا ليك جدا كابتن احمد عيد عبد الملك. طبعا كلام محترم جدا من كابتن احمد عيد، وان شاء الله نشوف الكلام ده ويترجم في الملعب. الزمالك قادر على صناعه الفارق وصناعه الافضل في اللقاءات الجايه ان شاء الله.